السلام عليكم. اليوم عندنا دريل هامر ماركت بوش، ما تشوفون صناعة في ألمانيا. طبعا مشكلته عندما أربطه بالكهرباء ما يشتغل نهائيا، أحاول أفتحه وأشوف شنو المشكلة قبل أفتحه. ثم تلاحظون مكان التهوية كله مسدود، ثم نشوف هذا ما يدخل الهواء ويبرد الارميتشر والكويل، المفروض يتنظف بين فترة وفترة. طبعا ده جدا وسخ كما تشوفون، عندنا قاعدة فحمات معوجة كما تشوفه. هذه الجهة الثانية ايضا، بين هذا الجهاز اي صيانة ما مسوي له، راح احاول افككه واشوف الاجزاء الداخلية للجهاز.
طبعا هذا الأميتر ما يطلع بالطريقة التقليدية انه نطرق منها بالخشبة ويطلع، هنا مشدود ويا البول بيرن وبرغي، لازم اول شي نثبته يعني نقدر نفتحه، بس ما يصير نستخدم البلايت مباشرة على الدشلي لان يستهلك ينضرب الدشلي عندنا، فلازم نجيب قماش تخين وثبته بهاي الطريقة بعدين نجي نفتح. احاول استخرجه ولكن البرغي كانه مضروب بالمطرقة فما ابغى يطلع، احاول احده بالمبرد وبعدين استخرجه. على كمية الدهن والوسخ اللي بيه مو طبيعية، هذا دلالة على أي صيانة نسوي للجهاز، إلى أن عطل يلا نفتح الجهاز. هاستخدم الكويل كان مكان اسود صاير، هذا على الفحمات مستهلكة بهذا المكان بسبب ان الكومنتيتر احد النحاسات تالفة، هذا اكبر دليل عن الكومنتيتر المشكلة. عكس هذا المكان، مكان هنا شوفوه مجرد اتربة صايرة هنا، بينما هنا اسود صاير يعني مكان الفحمات. بسوي الكويل شوف ما ابي شي، راح انطفى وافحصه. طبعا هنا سبب العطل العمل كان محترق بسبب ارتفاع درجة حرارة الكومنتيتر بسبب عدم وجود تهوية كافية. لاحظ انه مكان التهوية كله مسدود، هذا ادى الى عدم دخول الهواء لتبريد الارميتشر وبالتالي ارتفع درجة حرارته لان احترق. راح نجي للارميتشر، مثل ما نشوف اكو تلف صاير بالكومنتيتر، راح نضف الكاغذ جام ونشوفه. هنا التلف واضح مبين، هنا مكان نحاسة مرتفعة لو تتلمسه شوف اكو ارتفاع هنا صاير، هذا نحتاج نستبدل الكومنتيتر. مثلا اشوف التلف واضح هنا، ننقلبه بهذا الشكل ونكبر، نقرب نحن المكان الفطر واضح، قبل استخرج بياناته هنا موجودة مادة البوكسي راح اشيلها
استخدم فرشة سيم صغيرة وأشيل جزء من المادة البوكسي حتى أشوف السلك الأخير أين مرتبط. هنا بعد ما شلنا مادة البوكسي أصبحت الأسلاك واضحة. قبل أن أستخرج الميل نقلب الأرمتشر بهذا الشكل، ونلاحظ أن الطبقة الأخيرة أصغر من الطبقة قبل الأخيرة، إذا هذا يبدي مفرد وينتهي مفرد. نلاحظ أن هذا السلك مربط بهذا النحاسة. المكان التنظيف شوي حنظفه وارجع لكم. السلك توقف هنا لان السلك الجانب الثاني مربوط فوقه، لذلك راح افتح السلك للنحاسة الثانية. هذا السلك إذن مربوط هنا، هذا السلك نتركه، هذا السلك اللي فكيناه من هاي النحاسة. نكتب البيانات بهذا الشكل، هذا أول مجرى، مسار اللف من اليسار لليمين جاه اللف مع عقارب الساعة. هذه الجهة أمام الملف وهذه الجهة الخلفية للملف. الميل بهذا الشكل راح يصير، الميل الخلفي متأخر بثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. أكمل تحديد البيانات لهذا الميتشر، نجي الآن نستخرج عدل الأسلاك وقطو السلك. قطعت الطبقة الأخيرة وحسبتها طلع عدد 23. الآن نستخرج قطع السلك. قبل لا نستخرج قطع السلك لازم نحرقه حتى نزيل طبقة الوارنيش. صفر واحد وأربعين، صفر واحد وأربعين يعني الجيج 27. راح نظف الارميتشر من الاسلاك وارجع لكم. اكملنا تنظيف الارميتشر واستبدلنا الكوميتيتر التالف. لا ننسى نستخدم احد المجاري ونحرقها ونحسبها حتى نتأكد من عدد اللفات. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 واثنين 92 92 تقسيم 4 يطلع عندنا العدد 23. الآن نجي نثبت بيانات اللف. هذا أول مجرى، الجانب الأول راح ألونه بلون أسود، مسار لف من اليسار اليمين تجاه اللف مع عقارب الساعة. الجهة الأمامية الملف نحسب 6، 1 2 3 4 5 6. هذه الجهة الخلفية الملف. الميل الخلفي متأخر 3، 1 2 3. هذا هو الميل الجانب الأول. نحدد الميل للجانب الثاني، نحدده بلون الأزرق. نحسب 6، 1 2 3 4 5 6.
هذه الجهة الخلفية الملف، الميل الخلفي متأخر بثلاثة، 1 2 3، هذا هو الميل الجانب الثاني. هذا الجانب الأول باللون الأسود تابع لهذه المحاصيل. والجانب الثاني باللون الأزرق تابع لهذه المحاصيل. أكمل تحديد البيانات لهذا المجال. راح نبدأ بالجانب الأول ونربط به النحاسة. نروح إلى متر رقم 1. هذا متر رقم 1. راح نلف طبقة واحدة فقط في متر رقم 1. عدد لفات الأصل 23 زائد لفة إضافية فيصير العدد 24 لفة لكل طبقة. زيادة عمر الأرميتشر. نربط بهذه النحاسة. نحاسة رقم 2. نترك هذا الجانب وننتقل للجانب الثاني. ربطنا السلك بنحاسة رقم 1 للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 1 الجانب الثاني ونلف 24 لفة طبقة واحدة فقط. ونربط بنحاسة رقم 2. حاليا أكملنا طبقة واحدة في كل الجانبين في مجرى رقم 1. بقية المجاري راح تصير طبقات مزدوجة. ننتقل الآن للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 2. هذا مجرى رقم 2. راح نلف طبقتين كل طبقة 24 لفة. ونربط بنحاسة رقم 3. نرجع لطبقة ثانية في نفس المجرى. نربط النحاس رقم 4. الآن ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 2 ونلف طبقتين كل طبقة 24 لفة. ونربط النحاسة رقم 3. نرجع نلف طبقة ثانية في نفس المجرى، مجرى رقم 2.
مربط نحاسي رقم 4. هستمر باللف طبقتين في مجال رقم 3، طبقتين مجال رقم 4، طبقتين مجال رقم 5، طبقتين مجال رقم 6 طبقتين، واللف طبقة أخيرة مفردة في مجال رقم 7 اللي هو مجال رقم 1 للجانب الثاني. ننتقل الآن إلى الجانب الأول ونروح إلى مجال رقم 3. ونربط المحاسة رقم 5. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. محاسة رقم 6. ننتقل للجانب الثاني مجرى رقم 3. نربط المحاسة رقم 5. نرجع نفس المجرى ونلف طبقة ثانية. نربط بهذه المحاسة محاسة رقم 6. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 4. نربط بنحاس رقم 7. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجال. نربط بنحاس رقم 8. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجال رقم 4. محاسة رقم 7. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نربط بمحاسة رقم 8. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 5. نربط النحاس رقم 9. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى.
نربط النحاس رقم 10. ننتقل للجانب الثاني ونروح لمجال رقم 5. نحاس رقم 9. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نربط بنحاس رقم 10. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 6. نربط النحاس رقم 11. نرجع لف طبقة ثانية في نفس المجرى. نربط النحاس رقم 12. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 6. نربط نحاس رقم 11. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نربط النحاس رقم 12. نيجي الجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 7 اللي هو مجرى رقم 1 للجانب الثاني، ونلف طبقة واحدة فقط 24 لفة. ونربط بنحاسة البداية للجانب الثاني وينتهي اللف لهذا الجانب. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 7 اللي هو مجرى رقم 1 للجانب الأول، ونلف طبقة واحدة فقط 24 لفة. ونربط بالنحاسة رقم 1 للجانب الأول وينتهي اللف لهذا الجانب. أكملنا في الأرميتشر. قبل لا نقطع العوازل نرسم ملفات، وراح نستخدم الخيط للبندجة.
هذا شكل الارميتشر بعد ما ربطنا الخيط. طبعا الخيط يخدم عادة مع الارميتشرات الكبيرة وضيلات الحمر حتى يوفر حماية اكثر للارميتشر. اختصر الوقت اقطع العوازل البلاستيكية ونرجع اكمل لف الارميتشر بهذا الشكل وكبسنا النحاسات. وبقى الارميتشر جاهز لصب مادة الايبوكسي. هذا شكل النهاية للارميتشر بعد صب مادة الايبوكسي. اكملنا لف الارميتشر، نجي هسه نركب الجهاز. طبعا المروحة مثل ما تشوفون واحدة من الزعانف مكسورة، هاي لما تشتغل راح تسبب اهتزاز بالارميتشر. افضل شي راح احاول اكسر وحدة ثانية مقابل حتى يصير اتزان بالارميتشر. حاليا نشيل الزعنفة في جهة مقابلها حتى لا يصير اهتزاز بالارميتشر.
حاليا اكمل الدريل، بقى بس قاعدة الفحمات. ما تشوفون احد الفحمات معوجة، احاول اعدلها وارجع بعد ما صلحناها، وجات فتحتها ورجعتها مكانها، خليت مادة الأصفر.